السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله راح نتعلم صناعة الفرطونة. الفرطونة اللي تكون بهذا الشكل ويا هالمجموعة هاي هنا موجودة، اللي راح نصنع بها وراح نصنع الجزء هذا اللي موجود هنا نصنع، لكن مو بالجهد اللي هو 220 اللي تشتغل على الكهرباء الوطني، راح نصنعها بطريقة الشحن بهذا الشكل. إذا تلاحظون القالب مالها راح نصممه وراح نخلي لها ماطور نضيف لها، والادوات اللي نستخدمها هنا تصير هاي موجوده تنباع بالسوق بسعر رخيص، يعني بقيمه دولار واحد بألف دينار تنباع كل قطعه وياها مجموعتها مال المناشير او غيرها مثل هاي اللي موجوده هنا. ها هي اضافات تكون افضل من المتصله بسلك، لان هاي راح تكون فري حره، يعني بيدك وين ما تتحركها تحركها ودائما موجوده يمك، وطريقة شحنها تكون لها من على الشاحنة مالت التليفون تنشحن منها من هذا المكان. ينضاف لها 3 بطاريات وان شاء الله راح تستفادوا من هذا الفيديو. يكون هذا شكله، هذا الفلتر، الفلتر هذا هو اللي راح يساعدنا بصناعة القالب مال الفرطونة الشحن اللي بهذا الشكل. طبعا هذا هم نوع، لكن هنا راح نستخدم النوع الثاني، راح نستخدم ماطور مال المروحة اللي تشتغل من 9 ل 12 فولت، وحتى 6 فولت ايضا هم تشتغل هذا الماطور العادي، وهذا القالب مالها راح نقصه ونقيس منها نشوف طريقه القياس. نبدي بسم الله. الخطوه الاولى اللي راح نسويها هو نجيب الماطور هذا نخليه بهذا الشكل هنا بالبدايه ويا الحز اللي موجود هنا بالقالب هذا الفلتر، وراح نترك سنتيم للتوصيلات مال الكهرباء بهذا الشكل، ونخلي البطاريه راح تكون 3 بطاريات هنا بالداخل. بعدها راح نخلي مجال للبي ام اس، راح نضيف هذا بي ام اس اللي نشحن به هنا راح يكون بهذا المكان للفيشه مال توصيل، وبعدها راح نخلي ناخذ مكانين نقص المجال الباقي بس، يعني هنا راح تكون عندنا تقريبا 2 سنتيم ب 2 سنتيم ونقص من هذا المكان.